خليني اقول لك. طب هشام الناس بتقول لك ايه على زينك بس كابتن، حابب اشكر الباشمهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي، لان يعني هما الناس ساعدوني كتير، واول لما كلموني كنت انا مبسوط جدا وتحت امرهم، ومكالمه باشمهندس محمود طاهر بالنسبه لي كانت حاسمه بالنسبه لي ان انا ابقى موجود في ناديه، وانا بشكره على كل الدعم اللي هو قدمه لي الفتره اللي فاتت وبس، يعني بشكره وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي. جميل جدا، جميل يا هشام. خليني اقول لك بقى، جمهورنا بيتكلم وبعت لك على صفحه البرنامج او صفحه القناه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني شهاب اشرف بيقول لك اقول له ربنا يوفقك وتتالق، ويا ريت مش عشان رحت الاهلي ورجعت يبقى خلاص ما تتالقش. ده زي ما بقول لك، المسؤوليه اللي انت عملتها من خلال المقصه ماشيه طبعا، وجمهور متابعك بشكل بداية كبير. بداية ان شاء الله. ده كان شهاب. ايضا اتش اي اس ان بيقول حاول تثبت نفسك في الملعب بقدر الامكان، لانك وسط كتيبه من النجوم وهتبقى تحت الانظار طالما لبست تيشيرت الاهلي. اسامه كريم بيقول لك عاوزينك بطل من ابطال الاهلي، والعب بروح الفانيله الحمراء وقلبك يتهز لما تسمع التالتة شمال. ده اكيد طبعا من جمهور النادي الاهلي. طبعا انا عندي كتير هشام، الناس النهارده باعتين لك انفجار من الكومنتس الموجوده على صفحه القناه، بترحب بيك وبتقول لك دايما انت لابس تيشيرت الاهلي ولازم دايما باستمرار تبقى مجتهد، دايما انت هدفك مع زمايلك هو تحقيق البطوله عشان تبسط الجمهور اللي حاطط فيك امل انت وزمايلك بشكل كبير. هشام ان شاء الله، ان شاء الله كابتن بشكرهم، وان شاء الله ابقى عند حسن ظنهم، وان شاء الله اقدر اساعد زمايلي في البطولات اللي جايه ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله اقدم مستوى كويس يكونوا راضيين عني. وهم طبعا الجمهور ده رقم واحد في النادي الاهلي، وجمهور الاهلي جمهور عظيم، ان شاء الله ربنا يقدرني على اسعادهم، ويبقى عندي توفيق ان شاء الله كبير ان اعمل حاجه ليهم ان شاء الله كويسه وللنادي باذن الله. ان شاء الله يا هشام. يمكن انا زي ما بقول لك ما لحقتش اتكلم على اصابتك، ولكن انا بحييك عليها، لان انت اللي بيتصاب اصابه زي كده ويبتدي يرجع تاني ده لعيب مميز عنده روح من جوه قويه جدا، واعتقد ان هي دي روح الفنانه الحمراء اللي انت هتستخدمها من خلال تواجدك في النادي الاهلي. بشكرك يا هشام، توفيق ليك المرحله الجايه ان شاء الله، نشوفك بقى انت اول تمرين ليك هتبقى امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم السبت باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا هشام. انا اتشرفت ان كنت مع حضرتك النهارده، وكان ليا الشرف ان انا موجود في النادي الاهلي في اول لقاء ليا، وبشكرك على استمتعت جدا ان انا مع حضرتك. ربنا يخليك، انت خدت القلم بتاعي ما رجعتوش. خلاص بقى، انا هطلع الفتره الجايه دي اقدم انا بقى. اشكرك يا هشام، اكيد يعني نجم كبير كان معانا، وافد جديد للنادي الاهلي. هو مش وافد جديد ولا حاجه، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، ولكن طبعا رجوعه ان شاء الله هيبقى مكسب ليه ومكسب للنادي. زي ما بقول احنا محتاجين البطولات اللي جايه كلها، فنوعيه اللاعبين اللي بيجوا لازم تبقى نوعيه معينه. لاعب نادي اهلي اعتقد من رؤيتي ووجودي مع هشام في الاستوديو هو لاعب ان شاء الله لاعب نادي اهلي، وهي دي التريد مارك زي ما بيقول او العلامه المميزه، لاعب النادي الاهلي بيبقى ليه شكل مختلف. انا بشكره طبعا وبشكر كل اللي تابعونا النهارده، نتمنى لكم طبعا ان شاء الله يعني ايام اللي جايه النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الغد يكسب. طبعا هيكون تغطيه خاصه من استاد الاهلي لهذه المباراه مع نجوم الاستاد الاهلي. اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي غدا ان شاء الله، وبشكر طبعا هشام وكل التوفيق ليه. السلام عليكم.